اهلا بيكم فيديو جديد على قناة عالم هارد وير. اهلا بيكم فيديو فيفا جديد. النهارده هنلعب درافت وزي ما انتم شايفين في درافت حلو جدا لخيا تيم اوف ذا سيزون، فليب لويس تيم اوف ذا سيزون، جودين تيم اوف ذا سيزون، ريد واحد تاني معرفوش، كارفاخال تيم اوف ذا سيزون، كانتي ان فورم، كوتينيو ان فورم، هازارد ان فورم، لوكاكو ان فورم، وميسي تيم اوف ذا سيزون. وعندنا على الدكه كليني ان فورم، فيدال مان اوف ذا ماتش، ماني مان اوف ذا ماتش، مارسيال مزفلط، رونالدو ان فورم، ونيمار ان فورم او نيمار ازرق، وميخيتاريان ملوش مكان فرميه على ريزرف. طيب يعني هو يعني مش عارف، انا بقالي اخر 6 مرات بلعب درافت وانا بعمل ستريم وبخسرها ومش عارف، فيعني قلت طب ما العب درافت يعني عادي من غير ستريم، واللي هو عادي زي ما كنت بعمل زمان. وصراحه ده تيم حلو جدا يعني 91 ريتنج، 97 كيمستري، وعندنا دكه حلوه جدا، ويعني ما فيش غلطه الصراحه غير مثلا الاثنين اللي واقفين ورا دول وكوتين يعني شويه، بس هو قشطه عامل كيمستري لذيذ وكده كده هطلعه انزل بدال يعني. فالمفروض ان اكسب الدرافت ده يا رب يعني. يلا بينا يا رب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ديبالا، رونالدو، ميسي كلهم ازرق ما شاء الله، انيستا، ده تيم اوف ذا يير، ووكر تيم اوف ذا سيزون. يعني هو بغض النظر ان النص التحتاني على الشمال ده ملوش اي لازمه، بس هو الثلاثة اللي قدام دول كفاية ان هم يعملوا أي حاجة. أنا بقيت دلوقتي يعني ما بنزلش غير قدام ناس تلعب بميسي ورونالدو قدام، يعني غير كده ما فيش. يلا 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 كوتينيو، ادي الرومولو، الرومولو لوكاكو، الرومولو لوكاكو. ده يا لهوي ياما هنبتدي، ده احنا الدقيقة اتنين يا فيفي، ده أول هجمة نعملها في النهاردة في اليوم كله، ده أول ماتش نلعبه النهاردة يعني مش كده. يلا لوكاكو، يلا لوكاكو، ادي واحدة سكالوب كده، هوبا هوبا، واحد صفر، نسخن كده يا جماعة مع بعض. أيوه السمكة، أيوه تعالى كده كوتش، بس تعالى كده كوتش، بس اقول لك حدوته. ايه ده يا جماعه الزفلطه دي، يا خرابي ايه ده، ده يعني ده صابونه، ده ايه ده، لا 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 ايه كوتينيو الحلاوه دي، ده ايوه الزفلطه. 2-0 يا جماعه، وشكله درافت حلو جدا. يا نعم بدانا الماتش باول شوطه في العارضه وكانت هجمه حلوه والله، بس يعني الحمد لله فيفا بتعوضنا وزفلطنا. الحمد لله الواد طلع حمار، مش عارف هو ايه اللي هو عمله ده، هو ما كانش متوقع ان هو هيعدي يعني، فراح مطوح كور. المهم يعني يا جماعه الدقيقه 12 واحنا 2-0، اول ماتش في الدرافت، وان شاء الله يا رب يعني نكسب الدرافت. ميسي ايوه اقفش يا ولد، يلا يلا انجن تيربو 2000 سي سي تيربو هورس باور، اديله واحده كده، يلا يابا يلا يابا حطها فيش. نهدي اللعباتوس، نلعب للواداتوس ده، ايوه يلا كارنفالاتوس، ادي واحد يا نهار اسود، انت حكم ايه؟ الواد عم ابتدى يضرب والحكم ما شاء الله عليه، يلا يا ابو ميسي همناش. سلام يا سلام على التيكي تازا، التيكي تازا صا اوه يا لهوي يا الله يا لهوي ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي ايه ده؟ لا انا عايز اتفرج عليها. نصر استر نصر عيدها، يلا نصر يا نصر، ما يعني انت ما علينا يعني يا جماعه، ممكن يلا ليف جيم كده على السريع يا كوتش، ليف جيم كده يا كوتش بسرعه، ما عملش ليف جيم. طيب ده احنا هننزل لك بقى ايه، يلا رجاله ننزل ولا نستنى شويه؟ ممكن نستنى شويه، احنا عندنا شويه تبديلات يا جماعه، عندنا فيدال ورونالدو ومارسيال وماني ونيمار، ده الواد ده لا يا كوتش، ده انت هينزل لي هو مين؟ والله ينزل لي مين يعني؟ يلا هازارد يلا هازارد يلا هازارد، يلا يا بيبي يلا بيبي هازارد، بيبي هازارد في الشباك يا جماعه، يا جماعه الدرافت ده ان شاء الله هنكسبه، انا متحمس جدا والله والله متحمس جدا. ايوه يا هازارد تعالى لي يا اسطى، ادي ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ طب يا جماعه دي كانت بدايتنا ويعني الحمد لله الحمد لله صحقنا الواد 4-0 في الدقيقه مش عارف 30 باين ولا معرفش كام، ومن غير ما نعمل ولا تبديل، احنا معانا شويه دكه يعني والله العظيم 10-10. يلا بينا يا جماعه خش تاني ماتش. ثاني ماتش يا جماعه نزلنا ضد واحد عنده لاكازات تيم اوف ذا سيزون، هازارد تيم اوف ذا سيزون، دي ماريا ان فورم، جوندوجان ان فورم، ماتويزي وبوجبا مان اوف ذا ماتش، الكساندرو تيم اوف ذا سيزون، مانولاس، بيكي تيم اوف ذا يير، ورافينيا وواحد جون كده معرفش كده. يا جماعه يعني الصراحه احنا بدانا بدايه جامده جدا والحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا الماتش وما طولناش خالص الماتش، الواد يعني استسلم الصراحه من بدري قوي، واخد بالك؟ وده شكله واد كده انا مش مطمن له مش عارف ليه، بس ميسي هنا لو جري هو ما جريش معرفش ليه، بس لوكاكو 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 اوف سايد اوف سايد اوف سايد اوف سايد اوف سايد اوف سايد، نهدى خالص يا جماعه نهدى، تعالى لوكاكو بس تعالى يا عم لوكاكو، خلاص خلاص يا لوكاكو، انت كل ده مش شايف الراجل ورافع الفلاج يعني مشكله يا جماعه، اول هجمه في الماتش عادي جدا ولوكاكو بس متحمس. انا عايز بس الواد عنده مين على الدكه؟ الواد عنده كواريزما وداني الفيز وخميس وايسكو وستارج ونوير رونالدو، هو اكيد هيطلع الواد جوندا وينزل نوير كده، ينزل رونالدو مكان مش عارف مكان مين يعني الصراحه، وستارج اكيد هينزل يزفلط، هو مش عارف ستارج في اللعبه دي ايه كلام صراحه، ممكن ينزل ايسكو يعني، وعنده كويسه، بس انا ما بنخافش يا جماعه، اقعد تفتكر ان احنا قلقانين مثلا نو بس هو ماتش فيه مشكله كبيره جدا وهي اللاج، هناك لاج بشع، وهنا جندوجا
يا راجل انا عايز ام الواد 14. انا بقول لك يطلع على بره، اطلع على بره. هو ايه مين؟ ايه جودين؟ جودين ده انت 96 اوفر رول يا جودين. طب يا جماعه احنا هو يعني الواد هو لوحده هيعمل تبديلات ولا ايه؟ انا مش فاهم. على مارسيال، الواد عايز واحد مارسيال كده. كانتي يا اوبا زفلط زفلط يا مارسيال. ايوه مارسيال اوعى. طيب قشط 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 والله لا عدي، اقسم بالله لا عدي. اوعى على اوعى على اوعى. لا خلاص كده، لا استنى لسه عاملين زفلط يا جماعه بالولا مارسيال. الولا مارسيال بيزفلط يعني حاجه حاجه زي السكينه في الحلاوه كده. بس هو الواد كونتر اتاك ولاكازيتا طبعا وقفلي قدام. مين اللي تحت ده؟ مين حلو ده؟ رونالدو؟ لا ده هازارد. لا لا ايه ده؟ ايه يا عم دخان انت؟ هو في والله العظيم هو انا ما بقاش خلاص. العيال كلها بقت فجاه ما جامدين بزياده، وانا مش بعرفش اكسب درافتات خلاص فاهم. انا وفي ايه؟ العلم بتاعته ما بتقفش. اوعى بقى يا عم ما بيقفش انت. فجأة لاكازيت بقى رونالدو جديد وبيقطع الكورة وما شاء الله عليه، وانا موقف احسن جون يعني تاني احسن جون في اللعبة وما فيش ما بيصدش ولا كورة ما شاء الله. كانتي طبعا فجأة هيبقى حمار ومارسيال نازل تايه، وهو ب 1 2 سهلة جدا، دفاع كله بيطلع لقدام ومحدش بيعرف يجي، وانا لعيبتي مش عارفة تباصي لبعض اساسا. ممكن تجري بقى شوية يا عم الزفت انت. يا نهار اسود يا نهار، حتى دي مش عايزة تخش. الله العظيم يا جماعة والله العظيم اللعبة دي بتعجبني. يا نهار اسود يا نهار اسود والله. هو طبعا واقف لي عم نوير في الجون، واكيد يعني هتخش الكوره ازاي. طبعا يمسكها على الخط طبعا وما مش هتعدي. خلاص كده انا خسرت الماتش ده يا جماعه، خلاص كده الدنيا مقفله خالص، وانا لعبتي مش عارف مالها في ايه. الماتش اللي فات كانوا ما شاء الله والله يعني تيم لا جودين انت مين 14؟ عايز اعرف مين 14 ده والله العظيم. هو جلافز ده ولا الزفت ال 70 ده؟ جون طبعا، جون شوطها في الجون طبعا عشان موقف. الحمد لله. نقول لك يا جماعه الترا اتاكينج، يلا يلا عم ميسي بعد اذنك اجري شويه. يلا رونالدو بقى انت لسه نازل المفروض تجيبها جون دي، يلا بعد اذنكم كده. ما فيش طبعا الواد منزل لي بيكي. ماتش بيلاج قرف قرف. هو اي شوطه بلاكازيتا هتخش ولا ايه؟ رونالدو والله العظيم يا جماعه رونالدو ساب الكوره تعدي من فوقيه، ما فكرش حتى يديها يعمل اي حاجه. طب اعمل ايه تاني؟ طب اعمل ايه تاني؟ والله العظيم اعمل ايه تاني؟ بيكي بياخد الكرة من ظهر رونالدو، ظهره اقسم بالله بيعدي الكرة كوبري من رونالدو وياخدها. ماشي ماشي يلا يلا عاش يلا. يا جماعه الواد اي شوطه بتخش جون يا جماعه، الواد اي شوطه والله العظيم بتخش جون. خلاص كده مش عارف بلعب اللعبه دي ليه، والله العظيم ما اعرف بلعب اللعبه دي بجد، مش عارف ليه بلعب لحد دلوقتي التيمت تيم. كلها لاج كلها خرا. مستحيل طبعا خلاص ما فيهاش واد شو اي شوطه بتخش جون، ومعاف احسن جون في اللعبه ولا تاني احسن جون في اللعبه. ولا كازات اللي عنده ده بصوا بيعمل ايه، ما بيوقفش والله العظيم ما بيوقف، واي شوطه في الجون. الماتش من الاول سكريبتد ان اخسره خلاص كده، مهما عملت مهما على الواد اي شوطه بتخش جون. ودي رونالدو ده رونالدو ان فورم طبعا، يشوط الشوطه دي تطلع بره ما تجيش على الجون اصلا. مش مشكلة اني بخسر، لا المشكلة اني بجد بخسر، وانا ما استحقش اخسر. هو ده كل حاجة اللي تعصبني. عارفين مثلا لو الواد ده لعيب، لا انا بخسر من اللعيب بقول لا الواد ده لعيب وصراحة ما استحقش اخسر الماتش ده. يعني ده اقسم بالله يعني. طبعا معاكم الفيديو ده بتعمل لايك، عايز اتفرج الفيديوهات التانية لفيفا اعمل سبسكرايب عرب هاردوير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.